أنت نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد تسجيل الدخول على تطبيقكم إيبيس بانت إكس. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقكم إيبيس بانت إكس، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق إيبيس بانت إكس. سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم إيبيس بانت إكس. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.